بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل كده من مكانك وانت قاعد تقدر تتجول في جميع دول العالم بالسيارة، وانت قاعد مكانك كده كأنك راكب بعربية أي دولة في العالم، أي مدينة في العالم تقدر تمشي فيها، تشوف الشوارع، تشوف المباني وتتجول فيها. إزاي؟ من خلال الموقع. سوف أترك لحضراتكم رابط هذا الموقع في أسفل الفيديو. يلا بينا على الشرح. نروح على الموقع ده. الموقع هيفتح معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هيبدأ يحمل فهتنتظر لحظات. فتح معانا زي ما حضراتكم شايفين، دي هنا أنقرة في تركيا، فده منظر الشوارع في أنقرة. هنشوف لو انت عاوز مدينة تانية من هنا تقدر تشوف المدينة اللي انت عاوز تروحها في أي دولة. فهنختار وليكن هنروح هنا على لندن، هتضغط عليها. فتح معانا زي ما حضراتكم شايفين كنا راكب العربية ماشي في شوارع لندن. لو انت عاوز تسمع صوت الشارع فهتلاقيها ستريت نويز، هتلاقيها اوف، هتعملها اون، تضغط عليها يظهر معاك صوت الشارع زي ما حضراتكم شايفين. وممكن تسمع موسيقى من هنا، تضغط على التشغيل هنا كده هيشتغل معاك صوت موسيقى. وهنا بتتحكم في الصوت اعلى او يوطى بصوت، لو مش عاجبك الموسيقى بتغيرها من هنا. فهتشوف اي مدينة انت حابب تتجول في شوارعها هتختارها من هنا. هنروح مثلا على نيويورك، نضغط عليها كده انت في شوارع نيويورك زي ما حضراتكم شايفين. لو مش عاوز تسمع الموسيقى من هنا، عاوز تسمع صوت الشارع هتشغله من هنا. ده صوت الشارع بالظبط، إشارة مرور، مشاة، الأبراج واليوفط، وأكنك بالظبط موجود في نيويورك سيتي. هروح على باريس، هنضغط عليها هيغيرنا المدينة كده. بقينا باريس واحنا قاعدين مكاننا. تقدر تلف دول العالم. عاوز تقفل صوت الشارع من هنا، عاوز تزود السرعة فبتختار من هنا. 1.5 هتلاقي السرعة زادت معاك، 2 هتلاقي السرعة زادت أكتر زي ما حضراتكم شايفين، حسب راحتك. الموقع جميل ورائع. كده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.